الخوت هاد الطريق هذه اللي كتشوفوا فيها هذه عامره ريزورت خارجه من مدينه الغردقه بشي 2 كيلومتر ولا 3. كما كتشوفوا معايا ليها هذا ريزورت علاء الدين. حنا دابا رحنا في هذا الريزورت هنايا تيتانيك. هنا حداه ديريكت كاين ريزورت اخر. هنايا ريزورت علي بابا. الطريق كامله مرار ريزورت، تقدر تلقى فيها اكثر من 20 ريزورت هنايا. المهم هادو اللي جايين هنايا فهاد الجهه جايين على جنب البحر، وهادو اللي جايين فهاد الجهه اللي منا عندهم الطوبيسات ديالهم كيدوا للبحر كل نص ساعه. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وكنشكر اي واحد كيسير شي تعليق زوين واخا غير لقطه ماشي مشكل. هذا الفيديو هذا غادي يكون في هذا الريزورت اللي رحنا فيه دابا، اللي هو تيتانيك ريزورت، اللي كاين منه شي 3 هنايا في مدينه الغردقه، وهذا الاسم ديالو تيتانيك ريزورت اكوا بارك. ان شاء الله غادي نحاول نوريكم كيف داير هذا المنطقه هنايا، نشارك معكم ان شاء الله شي فيديو يكون زوين ان شاء الله يعجبكم، وبقاو معنا. بالنسبه للثمن حنايا جينا هنايا 350 اورو الواحد، ولكن قطعنا على الالمان حيت هولندا كانت شويه غاليه، كان وصل الثمن ديالها 600 700 اورو الي روتور. والوطيلات هنايا كما شفتوا الاول كان 70 اورو. الناس الياسمين اللي كنا فيه قبل هذا الوطيل هذا كان 200 اورو، دابا هذا اللي رحنا فيه دابا 270 اورو. ولكن كاين لوطيلات الثمن كيختلف بزاف، كاين الرخيص كاين الغالي، كاين مجموعه ديال الفنادق هنايا اللي يقدر بنادم يقارن بينها على حسب الاثمنه، وكلشي كاين في الانترنت. وبالنسبه للمطار ديال الالمان كيكون بزاف المرات رخيص على المطارات ديال بلجيكا ولا هولندا ولا فرنسا، والالمان اصلا جايه شويه في الوسط، تقدر تمشي لها من كل جهه، لا من جهة إيطاليا لا من جهة فرنسا لا من جهة بلجيكا لوكسمبورغ هولندا. الخوت هاد الأثمنة اللي سمعتوها دابا ديال الريزورت ما ديروش عليها، حيت حنايا قطعنا 3 أيام قبل ما نجيو لهنايا، يعني جاتنا هاد المجيئة لهنا غير صدفة. تقدروا تشوفوا في بوكين ولا في ديستينيا وغادي تشوفوا أثمنة أخرى عاوتاني، بحال مثلا أنا شفت بوكين على حساب هاد الريزورت هذا تيتانيك، شفت على حساب أكتوبر شهر 10 لقيتو ساوي 185 اورو للنهار. وما تنساوش حنا راه 5 ديال الافراد، يعني كاين الفرق ما بين جوج افراد ولا 3. ونزيدكم واحد النقطه اللي هي مهمه، الصيف اللي معودين عليه حنايا كيكون هنايا من شهر 4 حتى شهر 6، عاود ثاني في شهر 9 شهر 10، ولكن في شهر 7 و 8 كتكون واحد الحراره اللي هي مفرطه هنايا، من الاحسن الواحد يتجنبها. خد الصراحة احنا ارتاحينا في هذا الريزورت، حيت شدينا البيت كما كتشوفوا لتحت ارضيه، وحدنا لابيسين، وعلى جنبها كاين ريستورا، وحتى الاولاد الا كانت خصاتهم شي حاجه من الماكله ولا المشروبات كيمشيو يجيبوها لراسهم. وعاود كتلقاهم قدام كيعوموا، كتكون مهني وكتبقى العائله مجموعه.
نزيد زيد راه مشاو علينا. والو هات مروان. والو ما يعرفش. احصلتي معاها؟ اوا مروان شوفي وائل دان نعس كاع. نعست ولا؟ الله عيلا صافي يلا يبان لي مروان ما دار والو. بتلي معايا زين زين هات يلا جلس. عين يا انت طلعتي وهاتي الاثنين وحيد هاد الناس بكره. كولا المتشري ختين دا بارف فارا صافي حركت؟ ها؟ حركت؟ لا طيب كاع ما طارش السمية معنا ديال الحرقة. وائل شنو جبت تما هو؟ برجر انت يا بحالو؟ واه هذاك الدجاج ولا الحم؟ دجاج. شوف تجيب لي ترى واحد؟ واخا مين سالي؟ انت تسالي؟ واه انت تكمل؟ انا مش شوف ما غادي نجي يلا شوي جي شتا هذا اللي ما كيبغيش عليا. شوف وائل بغا يدوماندي لي واحد هامبرغر لقيت فيك بابا ياك؟ يلا شوف بحال هاد الكوكا هادي دومانديناها كيعطيك فيها دوك الثلج فيها هذاك لوطي اللي كنا فيه في الاول كيعطيها لك سخونه. ايوا دور نتاع الثلج راسك هاد الحوايج الصغار ولكن كيديروا نجيو وائل يلا تفضل يلا راه جابوا لك البحر حتى لهنايا. شفتوا معايا هذا بحر اصطناعي والمواج كيفاش كيخدموا هكا هذا الشيء زوين الصراحة. واحد ملاحظة نزيدها لكم بالنسبة لهذا الهوتيل هذا لقينا فيه هنايا نقولوا 70% غير ديال الهولنديين الشيء الاخر الانجليز ولا المغاربة شوية جزائريين توانسة وشوية من بولونيا مهم جنسيات اخرين كما بانوا لناش ما قدرناش نعرفوا شكون هما. المهم هذا الشيء كنقول لكم على حسب كاين كل ريزورت هنايا معروف بشي جالية كاين شي ريزورتات مثلا كيكون فيهم جالية بحال روسيا ولا هذوك الروسيين الا دخلت الريزورت لقيت فيه بزاف ديال الروس تقدر تكره لانه شوية النظام ديالهم ناقص وكيشربوا الكحول بزاف
وبحال عندنا واحد التجربه في تركيا، كنا مشينا لواحد ريزورت تما الاسم ديالو واتر وورلد كريستال، وكان رخيص حتى هو، كان 200 اورو النهار يعني 40 اورو الواحد، وبقينا فيه تما بزاف ديال الرواسه، ما عجبناش الحال تما. على حسب هما راه فيهم 140 مليون ديال الناس هما في الروس، دولة كبيرة وعندهم البرد بزاف، كيخرجوا لهاد الدول هادو اللي فيهم السخانة. يعني الواحد إلا كان غادي يمشي لشي ريزورت، من الأحسن يشوف في الإنترنت في يوتيوب داك الريزورت شمن جالية كتمشي له. هاد الريزورت فيه هاد المكتب اللي كيقدم بزاف ديال الرحلات، وبحال هاد المكتب تقدر تلقاه في أي ريزورت هنايا في هاد المدينة. بحال هاد الرحلة هادي اللي هي سفاري، كتقدر تمشي في الجيب في الصحراء وتقدر تسوق الكوارت وتركب فوق الجبال والعواد، وهذه الثمن ديالها 15 اورو الواحد والدراري الصغار نص الثمن، وفيها حتى الغداء، وكتدوب الرحله 6 سوايع وهما كيدوك من لوطيل وكيرجعوك. هذا اكواريوم ولكن ما كينصحوش به، كيقولوا صغير بزاف. هذا عرض ديال الدلافين وتقدر تصور مع الدلافين، والثمن ديالو حتى هو 15 اورو والصغار نص الثمن. وهذا التالي هو الغوص تحت الماء، الثمن ديالو 25 اورو لخمسة السوايع، وهما يديوك ويجيبوك. دابا غادي نلقيو واحد النظره صغيره على هذا الريستورا ديال الريزورت، ومورها ان شاء الله باش غادي نتغداو غادي نكردو الطاكسي للمطار. المطار عاد دابا كنت مشيت جبت واحد الطاكسي على حساب باش يدينا للمطار، ولكن مشي جبته لقيت واحد السيد قال لي انا عندي الطاكسي نقدر نوصلك، قلت له صافي ماشي مشكل، تفاهمت معاه. في التالي مشينا نشوفوا الطاكسي، لقيت الطاكسي ما مسبوقش يعني لوطو عاديه، قلت له الناس سمح لي صافي. كان واحد الطاكسي حداه تما يعيط له يعني اصدقاء، وقلت له يعني سمح لي ما نقدرش الدقيقه، يعني انا ماشي ولد البلاد، واحد اللي كيكون عنده الاولاد ما كيقدرش يغامر كما كيقولوا. صاحبي الراجل اللي اتاني بالاول اللي قال لي انا حديك للمطار، هو ده ما عندوش تاكسي يعني مسبوق زي كذا بال؟ لا يعني قول له يسمح لي يعني. لا عادي هو زي ما تقول، هو ما احنا موجود مشينا بالحب مع بعضينا. ايوه جاب العز. أيوة. بس انا مش ما انا معاك، انا مش ابني الاب بلدي وعندي عيال. ايوه صح. ايوه احنا بقى بنعمل ايه بقى؟ ها ايوه انت بناكل عيش مع بعضينا. ايوه انا كنت بتكلم مع واحد قلت له يعني مصر فيها 104 مليون 110 مليون 110 مليون ها. ولازم كل يوم كل واحد ياكل منها. ايوه لازم الواحد يتساعد مع بعضيه. انا عشان كده انا والله عشان كل واحد يعني انا ما رضيتش اجي جنبك لهدف. لا 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 عشان نقطع برزقه ولا اقول انت يا عم انت جيت للزبون وقعدت تقول للزبون. لا لا يا حبيبي الحمد لله انا خليتك لما خلصت معه. ايوه احسن ليه؟ حتى رزقي يبقى حلال ما عدتوش في حاجة. الحمد لله. احنا بقالنا كم على المطار؟ انت
يدينا كذا 7-8 دقائق. ايوه بس انت طبعا ايه هتخش السوبر ماركت يدينا 10 دقائق كمان تاني. ايوه السوبر ماركت فيه كل حاجه سندوتشات نشتري حاجات من هنا كل حاجه وارخص رخيصه الحمد لله يعني زيك زي المصري ما تقلقش يعني. طيب بعد شويه انا راجع خلاص خليك شح تعال ابو هنا لا هتبقى تعال نشوفوا اسمو عندهم هنايا نشريو شي حوايج للدراري الصغار على حساب الطياره عصير مناضات شيبس هنايا صافي راكم موجودين في السد ديالكم واه مروه لبسها كاع صافي تخليو الشمس هنايا وتمشيو